حجة وعمرة تامة 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 مع رسول الله صلى عليه عليه الصلاة والسلام. اللي يصلي الفجر اقعدي في مصلاك، ما تقوميش، اقعد في مصلاك، اقعد في مصلاك وصلي على رسول الله السلام، اعمل ذكر، اقرأ قرآن، قول الأذكار، احضر درس علم، ما تقومش إلا لما وقت خلاص الضحى جه تقوم، بتسيب طبعا ربع ساعة وثلث ساعة، بعد كده بصلي ركعتي الضحى حجة وعمرة تامة 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 مع رسول الله. وبفكروني أقول لكم حاجة حصلت لي على موضوع الحج والعمرة ده، الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا، اللهم آمين. اللي مش قادر يروح، واللي منع من المرواح، واللي ما معهوش مقدرة مادية يعمل حج وعمرة ويعمل عمرة في رمضان، عمرة في رمضان، اللي بيصلي الفجر ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس اللي هو وقت الضحى، وهو صلي بعديها ركعتي الضحى، خد ثواب حجه وعمره تامه 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 مع النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين ايه بقى اكتر من كده بقى؟ بالله عليكم بقى عايزين ايه؟ يعني بلاش بلاش نحرم نفسنا من الخير. بلاش نحرم نفسنا من الخير وكذا واحنا ما عندنا اهوت. طيب ده جزء. الجزء الثاني الجميل، يبقى انا عندي حج وعمره تامه لو انا قعدت من ده، يبقى انا صليت عمل. طيب يعني اعمل ايه في الليل؟ من اول ما هتتعبوا هنتعب، طبعا الحشال مش هيتعب الجسد، ولكن التعب رايح، والله التعب رايح، ولا يبقى الا الاجر، وهتروحهم والفجر يطلع وهنناموا وبعديها ونصحوا ايه يبقى الاجر كده، وراح التعب راح التعب. فاجهدوا نفسكم بالامر ده، بلغنا ليله القدر واياكم يا رب. زمان زمان عليه رحمه الله جدتي كانت تقول لي ايه؟ اتفتح لها طاقه القدر. لا يعني ايه؟ تقول لي ده طاقه، قلت لها طاقه يعني، قالت لي يعني نور يعني. قول يعني ايه؟ قالت لي اي دعوه مستجابه. تخيلوا انا بقى بسمع، جبرني 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 الله عز وجل، اعطاني لو جبرني الله جبرني لا جبرني الله عز وجل. وهذه دنيا، والاخت اللي توفاها الله اخره، جبر في اكتر من كده؟ في جبر اكتر من تبعث عند الله ملبيه صائمه روح متفلاه سبحانه وتعالى ما بين مكه والمدينه، بغض النظر عن وجع الدنيا، بغض النظر عن وجع الدنيا اللي هو وجع فقد الفقدان ذات نفسه. قال سيبهم والله حاسبهم احسن لها خاتمه رب، اللهم امين. من ضيعش من ضيعش ابدا، انا بقول لكم اهو، ما تضيعش ابدا على نفسك خير، واحنا ربنا اعطينا خير كبير، الله سبحانه وتعالى بجد اعطينا خير كبير جدا، الحشر فرصه. كان والله يعني الواحد بيتحرج والله، يعني ما لحقش الاوائل، طب ما لحقش اول ليله من رمضان، طب ما لحقش التراويح، طب ما قصرت في القراءه، طب ما كنتش بتعمل، طب ما كنتش بتدعي، تعالى كان يعني هتاخد ثواب، هتاخد ثواب غصب عنك، حتى لو انت مش عايز هتاخد ثواب، هتاخد ثواب. ندعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا واياك ويعطينا واياك. اخر حاجه اوصيكم بيها في العشر، طلع صدقه كل يوم، كل يوم طلع، والله لو جني، والله لو جني واحد، ليره، دينار، دولار او ولا دينار، اي حاجه، ده ما تضيعش. دي اخر حاجه. يبقى الصلوات، الذكر، القران زي ما احنا قلنا ترتيبها، صلاه الضحى، حج وعمره تمام، على الدعاء، تعبت سبح، تعبت استغفر، تعبت من الصلاه اقرا، ما يشوفكش ربنا ولا الله. بصوا عشان خاطري، الله سبحانه وتعالى وطلع عليك وعلى عملك، أرله من نفسك خير، خلي ربنا يشوفك. تعبت من الصلاه قوم اقرا، تعبت من القراءه سبح، تعبت من التسبيح استغفر، ما تقعدش فاضي، ما تقعدش فاضي ابدا.